بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الكائنات أجمعين، سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الملأ الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى ومشيئته منذ الأزل أن يجعل خليفة على جزء من مملكته وهي الأرض، فاختار الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان من بين سائر المخلوقات بعد أن عرض هذه الأمانة على السماوات والأرض والجبال، فحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. كلف الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان بقضية الاستخلاف في الأرض، وموضوع الاستخلاف في الأرض موضوع تناوله العلماء المفسرون وأهل الفقه بشكل واسع، لكن من النقاط التي لم تعطى حجمها الحقيقي وهي من أركان تحقيق الاستخلاف هي قضية الإعمار في الأرض وفي السماوات. وهذه القضية بما أنها بهذه الأهمية سيكون هذا الحوار يسلط الضوء عليها بشكل أكثر دقة مع الضيف الكريم الشيخ المكرم زاهر بن عبد الله العبري. وقبل ذلك، قبل أن يبدأ الحوار، يجدر بنا في الحقيقة وهو غني عن التعريف، لكن نذكر شيئا يسيرا عن سيرته الذاتية. وكعادة مشايخنا في الحقيقة يهضمون أنفسهم ويخفونها بعيدا عن الأنظار وبعيدا عن الأضواء، لكن من أجل التعارف، هو المكرم زاهر بن عبد الله العبري من مواليد 1960 ميلادي، صحح إذا شيء. تقلد عدة مناصب في الدولة، من ضمن هذه المناصب سكرتير ثاني بوزارة الخارجية، وكذلك مساعد مدير عام الشؤون الإسلامية بوزارة العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية، وكذلك مدير عام بمكتب الإفتاء وكيل وزارة العدل، وعضو مجلس الدولة للفترتين السابقة والحالية. له نتاج علمي جزاه الله خيراً، قدم العديد من البحوث العلمية في جامعة آل البيت، وشارك في برامج إذاعية وتلفزيونية منها برنامج معالم للحياة وبرنامج مجلة الهداية، وشارك في العديد من الندوات العلمية والفكرية والاقتصادية، فجزاه الله خيراً. لا نضيع الوقت أكثر من ذلك ونبدأ مع الشيخ زاهر لنتعرف عن هذه المسألة العظيمة والعميقة وهي قضية الإعمار. فبداية، ما مفهوم الإعمار من المنظور الإسلامي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي جعل الإنسان خليفة في الأرض وسخر له ما في هذا الكون طوله والعرض، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم أيها المؤمنون جميعاً ورحمة الله تعالى وبركاته. ولا شك أن هذا الإنسان إنما خلقه الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض لا لينطلق في أرجائها يعيث فيها فسادا، ولا ليستوحي موجهات حركته في الحياة من صميم مشاعره وما تنفلق عنه فطرته
أو تدفعه إليه ضرورات عيشه، إذ إنه لم يترك هملا ولم يخلق سدى، ذلك لأن الإطار الذي يعيش فيه وهو الحياة إنما هي من خلق الله سبحانه وتعالى لغاية عظيمة. إن أجاد هذا العبد إدراك أسرارها وتمكن من الوصول من مقاصدها ومراميها كان له الحظ الأوفر من أن يضبط حركته فيسير في دنياه سيراً يفضي به إلى تحقيق منافع ومصالح وسعادة في الدنيا، وإلى أن ينال مرضات الله سبحانه. ذلك لأن الحياة التي خلقها الله خلق وراءها أمراً عظيماً يكتنفها في كل لحظة وفي كل حين، ألا وهو الموت، ثم بعد ذلك ما يؤول إليه الإنسان في عقباه من سعادة دائمة أو شقاء لا يزول والعياذ بالله. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم يا أحسن عملا، فما هذه الحياة إلا للابتلاء من قبل الخالق على هذا المخلوق أو لهذا المخلوق، لينظر أيحسن عملا أم يزيغ في سيره فيتنكب الصراط الذي رسمه له ربه. ومن هذا المفهوم كانت رحمة الله سبحانه على هذا العبد بأن جعله يتبوأ سدة القيادة في هذا الوجود، وكأنما هذا الكون برمته إنما هو يدور على محور واحد هو هذا الإنسان، تنصاع لإرادته الكائنات وتستجيب لرغبته عند إتقانه النواميس والقوانين التي شاءها الله حاكمة ومسيرة لهذا الوجود، فهو خليفة الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض، سخر له ما في السماوات وما في الأرض، وهو الذي سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء لأجل هذا الإنسان. وعلى هذا فإن عمارة الأرض في الحقيقة إن هي بحد ذاتها إلا ثمرة حركة الإنسان في الدنيا ونتيجة تناوله لأسباب العيش فيها، والعمارة إنما هي ضد الخراب، فالتعمير ضد التخريب، ومهما يكن من شيء فإن مخلوقاً اصطفاه الله سبحانه بأن منحه ملكة نورانية ربانية هي قبس من النور الرباني الروح والعقل، ما أجدره أن يلتفت إلى تلك النعمة، إذ منذ اللحظات الأولى لخلق أبي البشر آدم عليه السلام كانت تلكم المقاولة العظيمة بين جبار السماوات والأرض والملأ الأعلى من الملائكة المقربين عندما آذنهم الحق تبارك وتعالى أنه جاعل في الأرض خليفة، فما كان من تلك المقاولة إلا أن بز آدم عليه السلام ملائكة الله سبحانه بما خوله الله إياه من العلم، إذ علمه الأسماء كلها، وأسجد الملائكة لهذا المخلوق إظهاراً لتكريم الله سبحانه وتعالى لآدم، ليمتد هذا التكريم لبني آدم إلى أن تقوم الساعة.
والحياة عندما ينظر إليها الإنسان وهو يتلمس طريقه في دروب هذا الوجود من حيث وجوب سعيه فيه، لأن طبيعة حياة هذا البشر، هؤلاء البشر في الدنيا مقتضية أمرين، أحدهما دوافع ذاتية بما غرز في الكيان الإنساني من طبائع ومن فكر وطاقات ومواهب كسبية أم غير كسبية لا تترك له مجالا إلا بأن ينبعث بطاقته في أبعاد الدنيا بغية تحصيل رزقه وتطلعاً إلى أن يوجد لذاته بين سائر الأوساط ولا سيما الأغيار من أهل العقل المكانة التي يتطلع إليها احتراماً وشرفاً ومعنى. وكذلك فإنه مشدود إلى ساحة الحياة للعمل، لأن الدنيا اقتضت حكمة الله تعالى ألا تفيض على الخلق من السماء ذهباً ولا فضة، ولكن لا بد من أن يقدم هذا المخلوق بكل طاقته وما خوله من وسع من أجل أن يحصل على رزقه وقوته وأن ينال منافعه ويحفظ مصالحه. ناهيكم بما يقتضيه العيش من ضرورة الدفع عن هذه النفس كل الأضرار والمساوئ والسيئات والأخطار، وإلا فعند تعمد هذا الإنسان تعطيل قدراته الذاتية واستنكافه عن إحسان التفاعل مع هذا الوجود لا بد ملق بنفسه في مهاوي الردى، لأنه قبل كل شيء ينكر نعمة الله سبحانه، فما وهب له من نعمة الحياة واستقامة الكيان ذاته، لأن الإنسان خلقه الله في أحسن تقويم، والنعم التي بسطت له من حوله من غير قدرة منه ولا استطاعة إنما تعبد بأن يجيد التعامل معها، وهذه الإجادة لا بد لها من عمل متقن، وأن للإتقان أن يكون إلا يوم يصدر عن منهج للتصور صحيح وفهم لفلسفة الحياة قويم وإدراك للدور الإنساني عميق وواعٍ، حتى لا تكون حركة الناس في الدنيا مجرد عبث لا يفضي إلا إلى إضاعة الدنيا وتهديم القيم وتحطيم الفضائل وإشاعة الفساد في الأرض، مع أنه متخول بعناية المولى سبحانه إذ يقرع مسامعه ويرج كيانه بالخطاب العظيم قائلا له في صيغة الجماعة وكأنما البشرية كلها مخاطبة خطابا جمعيا، لأن أعمال البشر يأخذ كل فرد منها بحجزة الآخر، حيث يقول المولى سبحانه: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فعمارة الدنيا تنطلق من مبادئ لا بد أن تكون واضحة، فهذه الحياة هي نعمة جلة أنعم الله سبحانه وتعالى بها على هذا الإنسان، فالإنسان لم يكن شيئا مذكورا
لو لم تقتضي إرادة الله سبحانه أن يخرجه من العدم إلى الوجود. والحياة والعمر هي الوعاء، هما الوعاء لحركة الإنسان وعمله في الدنيا. وفوق هذا وقبله وبعده، فإن عمل الإنسان في الدنيا لا يخرج قيد أنملة عن كونه عبداً لله سبحانه، لأن غاية الحياة كلها والهدف من وجود هذا الإنسان وتمتيعه بهذه النعم وتمكينه في هذا الوجود لا يراد منه تجاه الله عز وجل إلا أن ينهض العبد بالواجب الأصيل الملازم له في كل لحظة وحين، ألا وهو العبادة في إطار العبودية لله وحده سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وبهذا المعنى فإن عمارة الإنسان دنياه إنما هي صور لحقيقة أدائه العبادة لربه عز وجل. فإذا ما صحت النية واستقام الفكر وسلمت الفطرة وقويت عزائم الإيمان والرشد في داخل الكيان الإنساني، أثمر ذلك عملاً تزدهي به الحياة وتشرق به الدنيا ويسعد به العالم، إنساناً وحيواناً وذرات وأجرام وبحار وقيم ومفاهيم، أي كل ما تحتويه هذه الدنيا، ولا يستقيم شأنها إلا بوجوده سليماً قويماً. وغني عن البيان أن عمارة الأرض من قبل العبد لا تكون معتداً بها في موازين الحق تبارك وتعالى، ولا يكون لها نصيب من الاعتبار في مقاييس العقل القويم إلا يوم تدرك حقيقة الدنيا على ما هي عليه، بحيث يعلمها العاقل أن الدنيا متاع وأن الآخرة هي دار القرار، وأن الناس قد جبلوا فطرياً على حب هذه الدنيا، ويزداد طمعهم فيها لأنها قبل كل شيء قريبة التناول لديهم. وأما المآل والعقبى فذلك غيب لا تصل إليه قدرات الإنسان الحسية ما لم يتوفر لديه حظ عظيم قوي من الإيمان، حتى يدرك أن هذه الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة من ناحية، بل تحبون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. لكن هذه الدنيا على ضآلتها وأنها لهو ولعب، إنما الحياة الدنيا لهو ولعب وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذا الفهم للحياة إن استوعب فكر الإنسان واستأثر بكل أطراف مشاعره، لا شك أنه يقود صاحبه إلى أن تفتر قواه وأن تتعطل مداركه وأن يكفكف جوارحه عن تناول أسباب العيش وأن ينزوي عن سنن الله تعالى الماضية في هذا الوجود من حيث وجوب تناول الأسباب،
ليكون بعد ذلك جرماً معطلاً لا يأوي إلا إلى الزوايا المظلمة، وكأنه لا يراد منه إلا أن يكون أشبه ما يكون باللقاء لا اعتداد به في قضية من القضايا يباشرها، ولا في تناول مسألة يدلي فيها برأي، ولا ينهض بواجب من الواجبات. وهذا التعطل لا يرتضيه شرع ولا يقبله عقل، على أن الدنيا على ضآلة قدرها، هي التي تكون مزرعة للدار الآخرة، فالله سبحانه أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها لينظر كيف تعملون. والمآل الذي ينقلب إليه الإنسان لن يغني عنه عند حساب الله سبحانه تصوره أن هذه الدنيا تافهة وأنها لا تساوي عند الله وزن جناح بعوضة، وأنه قد انقطع عن أسباب العيش وعن الأعمال، لأن الله سبحانه وتعالى أراد من المؤمن أن يكون بحد ذاته قدراً ربانياً يغلب كل باطل ويدحر كل منكر ويقضي على كل شر ويشيع الخير ويبني الدنيا بناءً كله رحمة وخير، وإلا فلما أرسل الله المرسلين وسيدهم محمدًا صلى الله عليه وسلم رحمةً للعالمين. هذا الفهم في أن الدنيا يجب أن ينظر إليها على أنها زائلة وأنها متاع قليل، يجب أن يلازمه ويصاحبه فهم آخر، وهي أنها من أخطر المراحل إن لم تكن أخطرها في إعداد الإنسان نفسه للقاء الله سبحانه وتعالى يوم لن تزول قدم عبد من عند ربه في العرض الأكبر حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن ماذا عمل فيما علم. والله سبحانه وتعالى عندما استخلف هذا الإنسان أعلمه بأن حركته في دنياه يجب أن يتقيد فيها بالمنهج الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى، لأن الخليفة ملزم في تصرفاته ألا يتجاوز وألا يخالف أو ينحرف كل ما ناطه به مستخلفه، وهو هنا الله سبحانه وتعالى الذي يعلم السر وأخفى. والعمارة في هذه الأرض إنما هي في الحقيقة حصيلة تفاعل هذا الإنسان مع كون الله عز وجل، تفاعلاً سبق الإلماع إلى أنه مدفوع إليه الإنسان بمكونات داخل كيانه، ومجذوب إليه بضرورات الحياة وطبيعتها. وعلى هذا الفهم يستقيم أن تكون العمارة في ضوء شرع الله سبحانه عبادة لله سبحانه وتعالى لا يراد منها إلا الخير، لأن المؤمن إنما يقتفي ويلتزم ويستضيء بهدى المنهج الرباني الذي جاءه من عند الله سبحانه، والله هو غني عن العالمين والناس هم الفقراء إلى الله. ولذلك كانت العمارة لا تعني في فهم من الأفهام وفي لحظة من اللحظات أو طور من أطوار الحياة الإنسانية، على أنها ما قد يتصور مما يثقل الأرض من العمارة الحسية، بل إن العمارة المعنوية هي المعول عليها في أن تقوم
العمارة المادية الضرورية لحياة الإنسان، قياماً رشيداً قويماً لا يمتح في التصور والفكر والقيم الحاكمة إلا من النبع الرباني الذي جاء فطرة سوية في هذا الإنسان، شفعها وحي رباني تجسد في خطاب تكليفي جاء به الأنبياء والمرسلون لكي يكون الإنسان دائماً يعيش في معية الله سبحانه وتعالى. ما شاء الله، جزاك الله خيراً، وكأنك أجبت على مجموعة من الأسئلة. ما أعرف شيء، أتعلم منك. جزاك الله خيراً، تحدثت عن مفهوم الإعمار وعن نظرة الشريعة للإعمار وعن نظرة الشريعة للحياة الدنيا، فكأنك أجملت، جزاك الله خيراً. لكن ما الوسائل لتحقيق هذا الإعمار؟ أو دعنا نقول ما وسائل الإعمار؟ وسائل الإعمار أو وسائل العمارة، لأن يعني عمروها أكثر مما عمروها، ولم يقل أعمروها أكثر مما أعمروها، فربما يكون الفعل ثلاثياً ومصدره ليس إعماراً، والله أعلم. لعل أهل الأدب هنا ممن هم ضالعون يرشدون أمثالي إلى الصواب. وسائل العمارة في الأرض إنما هي بحسب الشيء المراد عمارته، فلا بد من أن يجيد هذا المؤمن التعامل مع أسرار هذا الوجود. وكثيراً ما تقتضي الحياة في أطوار متباينة صنوفاً من الإعمار تختلف عما كان قبلها، وكذلك فإن ما يصل إليه العقل الإنساني من المعارف ويحصل عليه الإنسان من العلوم والدراية هي خير ما يعين على أن يوجه الإنسان فكره نحو ما يريد أن يعمره في الدنيا، بحيث تكون الوسائل متناسبة. فالذي يريد العمارة الفكرية وهي أهم ما ينبغي أن يعمر، إنما عليه أن يقبل على العلم وأن يتزود من المعرفة وأن يجهد نفسه في القيم، يستخلصها ويؤصلها تأصيلاً قويماً ليشيعها في أوساط البشر حتى تكون منظومةً أخلاقيةً يلتزمها الجميع. ومفرزات العلم متجددة، ومعطيات الحضارة أيضاً تتباين في الأطوار التي تمر بها البشرية. وكم يجد الإنسان ما أثمره العلم الكوني من وسائل هائلة أصبح كثير منها يستعصي على الذهن استقصاؤه وفهمه. فحسبنا ما وصلت إليه الهندسة في مجال الإعمار المادي من بناء من هذه الصنوف العظيمة من المباني الضخمة بوسائل غاية في الدقة وفي الإتقان والإحكام، على أن الإتقان قانون رباني شاءه الله سبحانه وتعالى وامتدح به نفسه، صنع الله الذي أتقن كل شيء. فالإنسان مطلوب منه أن يتقن، ولذلك جاء الحديث الشريف: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه، وغير خاف أن الإتقان لا يمكن الوصول إليه إلا من طرقه الصحيحة، من المعرفة بأصول الفن الذي يريد أن يتعامل معه، ومن الإدراك الواعي للمقاصد المرومة والأهداف المتوخاة من ذلك الصنع. وحسبنا أن نتأمل اليوم كيف استطاع العقل الإنساني بتوفيق الله سبحانه وتعالى أن يصل إلى هذه الأبعاد السحيقة الهائلة، وإلى أن يبلغ هذا الشأو الرفيع في التقدم العمراني في كل شيء. لننظر
كيف استطاع العلم وبوسائل غاية في الإتقان أن ينقل ما هو موجود في الدم من مكونات إلى أرقام ترى في الشاشات من حساب للكميات من الأملاح والغازات كالأكسجين والهيدروجين وغيرها، وكيف تتحكم تلك الأجهزة عندما يتم علاج إنسان أو إجراء جراحة له بين جهاز يقوم بالتنفس عنه وجهاز يوقف جهاز التنفس لتتدرب الطاقة البشرية نفسها ولا تنسى التنفس، وكيف يغذى بمختلف الأغذية. ناهيكم بالوسائل الجراحية الدقيقة وأجهزة الكشف والأشعة المختلفة، فضلاً عن التقدم العلمي الهائل الذي صار في مجال الصناعات الثقيلة وفي وسائل النقل التي لم تكتفي بالأرض بل أصبحت تمخر البحار وتسير تحت أعماق المياه كما أنها تسير في الهواء، بل أصبحت تتجاوز الهواء والجاذبية حتى أنها أصبحت تسبح في هذا الفضاء الواسع من كون الله سبحانه. هذه الأجهزة الخطرة المؤثرة، كيف وصل العلم بالإنسان إلى أن يستطيع أن يبني عمارة هائلة في الفضاء ويسكن فيها أناساً شهوراً متطاولة يبحثون وينقبون ويدورون بسرعة آلاف الكيلومترات حول الأرض، ولا تتخلخل تلك المحطة ولا تهتز، وتجرى فيها أدق التجارب على الكائنات الدقيقة كالميكروبات والفيروسات، وتجرى فيها تجارب لا يكشفون عنها. وكيف هم قد صنعوا اليوم تحت الأرض أنابيب هائلة يقومون فيها يحدثون فيها تصادم الذرات، ويعكف على نتائج ذلك التصادم أكثر من 12 ألف عالم تحت شاشاتهم يدرسون ماذا يحدث، وهم يريدون من وراء ذلك كما يعلنون أن يفسروا نشأة الكون. كيف نشأ؟ هل هو كما يقال من الانفجار العظيم، أم أن هناك حركة الجزيئات في الذرة وتصادمها قد تقلب النظرات الكونية فيما يتعلق بعلم الفيزياء رأساً على عقب؟ وهم يبحثون ويعطون العالم ما يريدون من بعض المعلومات، ولكنهم عاكفون على ذلك. وقد ذكر بعض كبار الباحثين في الغرب في الولايات المتحدة أن الحاسب الآلي اليوم، قد ذكرت هذا، الذي يحمله لأن الجهاز الهاتف الذكي اليوم له قدرة حسابية هائلة تفوق قدرة وكالة الفضاء الأمريكية عندما أطلقت سفينة الفضاء وأوصلتها إلى القمر وأنزلتها هناك. يقول ذلك الباحث إن تلك المركبة التي صعدت برواد الفضاء عمل فيها أكثر من 300 ألف إنسان بين رائد للفضاء وعالم وباحث ومفكر وطبيب وعالم نفس وعامل وغير ذلك، 300 ألف، وأن الوقود الذي صب في الصواريخ التي قذفت بها كانت تزيد على تغذئة على تعبئة 600 ألف سيارة. ذلك الوقت لم يكن لدى تلك الوكالة طاقة حسابية تصل إلى ما يصل إليه الآن الهاتف الذكي. هذا علم في غاية الدقة، وإلا ألا يجدر بالمؤمن أن يتفكر في عظمة الخالق سبحانه وتعالى وفي جليل نعمه على هذا العبد؟ كيف يأتي الإنسان بأزرار بسيطة كلعبة وهو يكتب بالكهرباء كلمات، ثم إن هذه الكلمات تخرج من البناء، أين تذهب؟ على أي شكل تخرج من المبنى ثم تسبح في الفضاء لا يؤثر فيها ماء ولا هواء ولا رعد ولا برق، وتقطع
عشرات الآلاف من الكيلومترات في أجزاء من الثانية، ثم تصل في نفس اللحظة إلى الجهاز أو الرقم المرسولة إليه، ولا تختلط بكلمات أخرى، مع أنها قد تكون هناك بلايين مليارات الكلمات في نفس اللحظة ومئات الآلاف من الأجهزة، لا يختلط هذا مع هذا، بل أصبحت الصور تنقل نقلاً مباشراً سريعاً. هذا علم عظيم، وهذه عمارة هائلة. كان المؤمن أجدر بأن يكون هو السباق في هذا الشأن، لأنه سيأخذ بهذا العلم إلى ما فيه خير الإنسانية، وإلى أن يضبط الموجهات الخلقية والقيمية التي تحيط به، حتى لا يكون ذلك سبباً في دمار البشرية. أصبحت البشرية في تقدمها العلمي تتنافس بهذا العلم الدقيق الهائل في إيجاد وسائل الدمار الذي يتعارض مع العمارة، كما هو معلوم في الاختراعات للأسلحة الفتاكة الهدامة التي تقضي على الأخضر واليابس وتذيب الصخر والحديد. بل إن الطيش الإنساني اليوم قد أخل حتى بالدورة الطبيعية للكائنات، وأصبح الكون يضج من فساد الإنسان. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أصبح الغلاف الذي يقي الأرض من الأشعة الكونية التي ترسلها الأجرام السماوية في الكون مهدداً بأن ينثقب، فترتفع درجة الحرارة وتذوب الكتل الملايين الكيلومترات المكعبة من الكتل الثلجية في البحار لكي تغرق هذه الدنيا، ولكي يفسد هذا المناخ بسبب تصاعد بعض الغازات نتيجة إسراف الإنسان وخروجه عن السنن الكوني الذي رسمه الله سبحانه وتعالى لاستقامة هذا الوجود. قبل فترة رأيت تقريراً أنه في أقل من 8 عقود، أي أقل من 80 سنة، سيفقد العالم عنصراً مهماً يقوم عليه كثير من الصناعات، وهو عنصر الألمونيوم. كما أن اليورانيوم مهدد، وعناصر أخرى أصبحت مهددة. لماذا؟ لأن الإنسان يبالغ في الانسياق وراء رغباته ومطامعه واستجابة لشهواته، فكيف إذا كانت هذه الشهوات تتجاوز المال إلى تحصيل الجاه وإلى بغية الهيمنة والسيطرة على شعوب، على عباد الله سبحانه وتعالى، نتيجة استشعار الإنسان هذه القوة؟ نعم، إن الله سبحانه وتعالى مستخلف هذا الإنسان فوق هذه الأرض، وعليه أن يباشر الوسائل وأن يأخذ بالأسباب، وعليه أن يحكم المعادلة، وهو عندما يأخذ بالأسباب يكون متوكلاً على الله سبحانه وتعالى، ليس توكل المتخاذلين المتقاعسين الذي يمد إليه يديه للسماء: يا رب يا رب، السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة، ولكنه التوكل الذي يعني استفراغ الوسع الإنساني في تناول الأسباب وإعمالها، ثم يعتمد على الله اعتماداً. شأنه ليس فقط أن يوصله إلى غايته، بقدر ما يحرص أيما حرص على أن لا يخرج عمل هذا العبد في كل شيء عن مرضاة الله سبحانه وتعالى، وعن كونه يؤدي عبادة لله سبحانه وتعالى. لأنه وهو يتناول الأسباب، إقدار الله سبحانه وتعالى إياه لهذه الأسباب إنما هو من أجل النعم، عليه أن يقدرها حق قدرها. وهذا الأمر في غاية الأهمية عندما يعلم الإنسان أنه يتوكل على الله سبحانه وتعالى، وأنه يأخذ بالأسباب التي توصله إلى سعادته في الدنيا وإلى النعيم المقيم في الدار الآخرة. وهناك تجارب تجرى على قدر كبير من الخطر يهدد الإنسانية، وهما يعرف بالتلاعب بالجينوم والكروموزومات والشفرات الوراثية والتخليق البيولوجي للإنسان. هذا
إن لم يتم تعطيره في إطار شرع الله عز وجل فإن الإنسانية يتهددها خطر عظيم في قيمها وأفكارها. وهذا السباق في الجانب العلمي ليس كله شر محض، بل فيه خير كثير. فهذه الأدوية التي تأتي متطورة ويسعى في تطويرها في بعض الدول منها الولايات المتحدة، يمكن كل عام أكثر من 40,000 دواء يجرب ولا يجاز إلا دواء واحد. وأنا في الحقيقة كم أتطلع ويعتصر الإنسان الألم، كم دواء في هذه الأمة من الخليج إلى المحيط ومن المليار يجرب فيها. ماذا تفعل هذه الأمة في تطوير شيء من الأشياء؟ أين هي؟ ماذا يحدث؟ أين هي في الكون؟ أين هي في علم الفضاء؟ أين هي في علم الدواء؟ أين هي في علم الغذاء؟ كنت أستمع إلى إحدى المحطات الأجنبية وأحدهم يبحث في إحدى الدول الفقيرة في القارة الإفريقية ويصرح في إذاعتهم أنني أستطيع بالتحكم في جينات البطاطا أن أجعل المتر الواحد يقيم أود عائلة لمدة كذا شهر، وبحركة بسيطة سأجعل هذه الدولة تفتقر إلى الغذاء لأنها لن ينجح فيها رأس بطاطا واحد، لن تنجح فيها بطاطا واحدة، سيموتون جوعا. يتحكمون في الجينات، وقبل فترة وصلوا إلى التركيب الجيني لحبة الأرز وافتخروا بذلك. ألا يجدر بأمة تستورد غذاءها ودواءها أن تحسن العمارة في هذا الجانب فتحتاط وتصل إلى هذه العلوم لتقي نفسها هذه الشرور؟ أن يتم التحكم في بذرة من البذراء من بذور الأرض، فإما أن تنتج إنتاجا خصبا يغني الناس ويشبعهم، وإما أن يأتي والعياذ بالله البوار ليتحكم أولئك في مصائر الأمم، لأنهم سيقترون عليها تقتيرا وسيخضعونها لإرادتهم بهذه المسائل العلمية الدقيقة. يتوصل إلى العمارة الحقة التي ينبغي أن تكون سائرة في منهج الله عز وجل، لا تبتغي إلا الخير ولا تحرص إلا أن تبتعد عن الشر، لأن هذا الإنسان المؤمن مخاطب بأن يشيع البر والمعروف في أوساط العباد وبين كل أطراف البلاد، والله أعلم. في الإجابة على السؤال الأخير ذكرت نقطة مهمة، وهذه النقطة هي علاقة العمارة أو الإعمار بالفساد في الأرض، وكيف يكافح هذا الإعمار هذا الفساد. الله سبحانه وتعالى ضرب أمثلة لأمم بلغت في وقتها شأواً رفيعاً من العمارة المادية، كما هو الشأن لدى فرعون ولدى عاد وثمود، وكما كان الشأن لأهل سبأ عندما يجيد الإنسان التعامل مع الأسباب الكونية فإنه يصل إلى العمارة الحسية. فذلك أمر عام لكل البشر وليس يختص به المسلمون، بل هو ميدان التنافس. فبقدر إجادة الإنسان التعامل والاستفادة من أسرار هذا الوجود يكون له حظه من العمارة والتفوق في هذه الأرض. على أن خروج الإنسان عن منهج الله سبحانه وتعالى بهذه العمارة إلى أن يكون لأجل الأشر والبطر وإلى إشاعة الفحشاء والمنكر وإلى إلحاق الأذى بالناس، فإن تلك العمارة
ستكون سبباً في دمار أصحابها، وإذا لم ينهض في وجههم أهل صلاح يأخذون بأيديهم إلى الرشد وينقذونهم من مضائق الانحراف ويؤطرونهم على الحق، فإن سنة الله سبحانه وتعالى الحكمية أيضاً لا تقتصر على الذين زاغوا فظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم، لأن الحق تبارك وتعالى يهدد تهديداً لا يترك مجالاً لتقاعس، إذ يقول الحق تبارك وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فإن سكوت أهل الحق وأهل الإيمان عن إبلاغ منهج الله سبحانه وتعالى وعن دعوة الناس إلى الخير إنما سيرتب عليهم أن ينالهم والعياذ بالله ما قد يشاءه الله سبحانه وتعالى من النكال بالذين ظلموا، لأن السكوت على الظلم إنما هو ممالأة للظالمين وتمكين لهم. ولهذا فإن خير ما ينبغي للمسلمين أن يقوموا به أن يكونوا دعاة خير وصلاح وأسباب هي هداية ورشاد، ولا يمكن أن يتم التنطع في هذا الوقت بالذات أن هذه الأمم الضعيفة مادياً وعلمياً والمتخلفة نوعاً ما معرفياً ستستطيع أن تجاري أمماً سبقتها بمراحل هائلة في التقدم العلمي. هذا أمر ربما لا يسعف الواقع بتصديقه، لكن هذه الأمة تملك ما هو خير من ذلك، وهي أن تجعل أولئك الناس يثوبون إلى رشدهم، وأن تضخ في أوساطهم أسباب الصلاح والخير والرشاد، حتى يكون ذلك العطاء الذي أثمر عنه هذا العقل الإنساني الكبير خيراً للإنسانية محضاً، يجنب هذه البشرية الأخطار الآتية من الانحراف ومن الانزلاق. أليس من واجب هذه الأمة أن يكون لها من قنوات الدعوة ما ينطق بأكثر اللغات استعمالاً في العالم، ترسل الرسائل الهادية الهادفة القويمة المبرأة من كل حظ دنيوي والمخلصة من كل مرض نفسي لأولئكم العالمين يبصرونهم بدين الله سبحانه؟ كم هي القنوات التي خصصت من أموال المسلمين لمثل هذه الدعوة تتكلم باللغات المنطوقة سواء كانت شرقية أم غربية؟ لا تكاد تجد هذه القنوات، بل إنك تجد في الوسط الذي يزعم أنه مسلم مئات القنوات، وكل منها يدعي أنه يدعو إلى الله. وعند التأمل وللأسف الشديد لا يوجد من وراء كثير منها إلا أن هناك أغراضاً دفينة كلها حقد لا يبتغي إلا إثارة نعرة أو تأجيج فتنة أو افتعال حقد أو إشاعة طائفية أو ما إلى ذلك مما هو مشاهد. فأصبح المسلم بدل أن يستفيد من هذا الضخ الذي أصبح يزعج فضاء الله سبحانه وتعالى كون الله ويؤذي مسامع عباد الله، يدعو الله سبحانه وتعالى أن يقيه هذا الشر وأن يكف عنه هذا البلاء. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى الله على بصيرة هو ومن اتبعه، وهو كانت الدعوة في أشد المراحل ضعفاً، وكان يصبر وكان يحتسب وكان
يفيض رحمة للعالمين عندما تأتي الرواية ويأتيه ملك الجبال ليطبق على الذين آذوه الجبلين؟ قال لا، فإني أرجو أن يخرج الله من أصلابه من يعبد الله ويوحده، ويأتيه الشاب الذي يريد أن يستأذنه في الزنا فلم يعنفه. ما هي الرذيلة التي قد تكون أفحش من الزنا؟ شاب يسأل رسول الله أن يأذن له بالزنا، أين الأدب النبوي اليوم لو جاء أحد يسأل هذا السؤال ماذا قال له؟ عندما انتهره الصحابة قال له دعوه يدنو ودنو فدنا، فأعمل الخطاب العقلانية الروحانية الإيمانية. ما هو الدافع؟ إنها الرحمة. أترضاه لأمك؟ أترضاه لبنتك؟ أترضاه لزوجتك؟ أترضاه لأختك؟ لعمتك؟ لخالتك؟ وهو يقول كلا يا رسول الله، جعلني الله فداك. وهو الناس لا يرضونه لزوجاتهم ولا لأمهاتهم ولا لعماتهم، حتى مسح على صدره وطلب له التحصين، أن يحصنه الله سبحانه وتعالى. فخرج الشاب وكأنه قد أعيد بناؤه الإنساني من جديد، خرج يفيض إيماناً وحباً في هذا الدين. الرسول صلى الله عليه وسلم يرحم الصغير ويرحم الكبير، والذي بال في المسجد هل نهره؟ قال له إن هذه المساجد لم تترك لشيء من هذه القاذورات، يتلطف حتى مع بسطاء الناس. هل هذا من أجل أن يقرأ لتستدر به العبرات وتسكب به الدموع؟ أم أنه منهج رباني على هذه الأمة أن تستوعبه وأن تدعو الناس إليه وأن تخرجهم كما أخرجهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالصبر وبالصفح وبالحلم؟ هناك أحداث كثيرة مرت بها الدعوة. زوي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حصار مرير، حصار اقتصادي، كما مورست عليه أقسى أنواع المؤثرات النفسية. أصبح اليوم هناك علم يعرف بعلم علم النفس الحربي، لا يقصد منه إلا صب دعايات وإثارة مشكلات وافتعال أكاذيب ونشر إشاعات، القصد منها هو إحداث ذلك الاضطراب النفسي في صف العدو. والرسول صلى الله عليه وسلم مع هذا كان يصبر أيما صبر. راودوه بأجمل البناء النساء وبأعظم الملك وبأوسع المال وسخروا منه ومن ربه، أما وجد الله رجلا غيرك يبعثه نبيا؟ يهزأ به ويرمى بالحجارة، ولن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. أي تهديد أضعف من هذا التهديد؟ يهز هذا الهز وهو أعظم الخلق عند الخالق سبحانه وتعالى. هل هذا من أجل أن يقرأ ويفهم ويترك ويطوى مع المصحف؟ أم أن الأمة عليها أن تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم لكي تعمر الأرض، لكي تعمر قلوب عباد الله بدين الله؟ هذه المفاهيم يجب أن تكون واضحة، لا عندما يأتي شخص يسأل من تصور نفسه عالما فيزور عنه ويعرض عنه ويريه كأنه هو لا يساوي شيئا، كأنه من حثالة الأرض، ويتعالى عليه بعلمه. لا، ما هكذا. الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تأخذه الأمة تقوده من يده، والمرأة الضعيفة ويذهب إليها، كما تقول الرواية أنه عندما كان في فتح مكة وهو يخاطب تلك الجموع في أعظم حدث منتصر، شاهد امرأة عجوزا فأسرع إليها، وعندما وصل إليها بسط إليها رداءه وأخذ يحدثها، والناس كلهم تأخذهم الدهشة، من هذه؟ حتى إن هذا القائد العظيم المنتصر يترك المكان الذي هو فيه ويذهب إليها ويحدثها.
وعندما يسأل قال هذه كانت تزورنا أيام خديجة. هذا هو الوفاء، هذا هو الأدب الذي ينشر الإسلام. ويأتي إليه أبو بكر بأبيه وهو في منتهى الشيب، قال لو كنا سنذهب نحن إليه لما أتيت به، يعاتبه. هذا هو الأدب الذي ينشر الإسلام، وليس إثارة الضغائن والأحقاد وتأجيج الصراعات. هذا فساد في الأرض وإفساد لا يجوز. ولذلك فإن عمارة القلوب بتقوى الله سبحانه وتعالى هي التي توصل دين الله عز وجل، لأن النفس قد جبلت على حب من أحسن إليها. وهل من إحسان أعظم وأشرف وأجل من أن يأتي داع يدعو الإنسان ينقذه من النار إلى الجنة، ومن الشقاء إلى السعادة، ومن الذلة إلى العزة، ومن الضيق إلى السعة؟ أليس رسول الله الذي ذهب إلى ذلك اليهودي وكان ولده في سكرات الموت، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ يدعوه، جاره كان جاره، يدعوه إلى الإسلام، والولد يعني نفسه تكاد تخرج وينظر إلى أبيه يخاف. ثم إن إرادة الله عز وجل أرادت لتلك النفس أن تنقذ من النار، فعندما نظر إلى أبيه أشار إليه أبوه أطع أبا القاسم، فشهد الشهادتين ليخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمد الله ويكبره، ويقال أنه يعني فاضت عيناه فرحا من بالدمع من أن الله سبحانه وتعالى أنقذ به نفسا من النار. هكذا بعض لمحات كيف تعمر الدنيا بعمارة قلوب أهلها بدين الله سبحانه وتعالى على حكمة وعلى بصيرة، وأن تنجى من كل ما يثير الأحقاد ويثير الضغائن ويبعث على سفك الدماء وانتهاك الحرمات والإعراض عن منهج الحق بتغليب مصالح زائلة والانتصار لشهوات طاغية أو غير ذلك مما يوسوس به الشيطان الذي لا يريد لعباد الله إلا الخسران المبين. نعوذ بالله من شروره ومن حزبه ولمسه وممن معه من حزبه، وأن يقينا كل فتنة، وأن يجنبنا كل محنة، وأن يمنحنا ويلهمنا الرشد والسداد. ومما ينبغي أن يعمر هو عمارة الوطن بالحفاظ عليه، لأن الوطن هو وعاء الدين والحمى الذي تأوي إليه الشريعة والديانة، وهو الذي من واجب الإنسان أدباً أن يوليه حق قدره من الاحترام، لأنه نشأ في أرضه وتنسم هواءه وشرب ماءه وأكل خيراته وتشكلت شخصيته عقلاً وفكراً وسلوكاً وأخلاقاً في الوسط الاجتماعي الذي كان يعيش فيه في بلده. فمن الأدب، من أخص واجبات الأدب، أن يحترم الإنسان وطنه وأن يغار عليه وأن يحمي حماه. أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقول الرواية عندما أخرج من مكة التفت إليها قائلا: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، وإنك لأحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. وظل هو وصحابته ينتظرون الساعة التي يؤاذنهم الله فيها بفتحها من جديد، حتى فتحت فتحاً مبيناً بنصر الله سبحانه وتعالى وتوفيقه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا للهدى، وأن يوفقنا للتقوى، وأن يعيننا على ما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يزيد هذا الوطن أمناً وأماناً وإسلاماً وسلاماً، وأن يرزقنا فيه من خيرات السماوات ومن بركات الأرض، وأن يحفظ أوطاننا، وأن يعز سلطاننا، وأن يديمه موفقاً إلى الخير وداعياً إليه، وأن يبارك في عمره، وأن يقيه من كل شر، وأن يطيل في حياته، وأن يوفقه إلى كل خير، وأن يجعله ناصراً منصوراً مؤيداً منه بتوفيق وعون، وأن يجعلنا من عباده الصالحين وأوليائه المؤمنين وحزبه الغالبين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وأستسمحكم عذراً، وشكراً لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.